من كام يوم الشباب عملوا حملة اسمها خليها تعنس. البنات بقى طلع قال ازاي يعني، ازاي الشباب يقولوا خليها تعنس واحنا اصلا اللي مش عايزينهم؟ يعني احنا اصلا اللي مش عايزين الشباب، يبقى ازاي يقولوا خليها تعنس؟ لا، احنا نعمل حملة احنا كمان ونسميها خليك جنب امك. اصبح دلوقتي في خليها تعنس وفي خليك جنب امك. انا بقى قاعد بتفرج على الحملات دي كلها وبسأل نفسي سؤال واحد بس، انتوا بجد؟ انتوا حقيقي؟ انتوا بجد مش قادرين تفهموا المشكلة الحقيقية فين؟ المشكلة مش في الولاد ولا في البنات، المشكلة اكبر من كده بكتير. والدليل على كلامي ده المشكلة اللي معانا النهاردة، مشكلة شاب اسمه عبد الرحمن بيحب بنت اسمها دعاء، وكل اللي بيتمناه انه يتجوز دعاء. بس عارفين المشكلة فين بقى؟ المشكلة في اهاليهم، اهاليهم اللي واقفين قدام سعادتهم وقدام حلمهم. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، وهسيب عبد الرحمن يحكي مشكلته بنفسه. السلام عليكم. في بداية الموضوع بحب اشكر الاستاذ احمد كتير الاهتمام بالموضوع، وان هو ادانا دافع ان انا اعرض مشكلتي يعني وكده. وبحب اشكر برضو كل الناس اللي وقفت معايا كتير خلال الفترة اللي عدت دي، يعني بقالي اكتر من سنة في المشكلة دي ومش عارف لها حل. فخلال السنة دي في ناس كتير جدا وقفت معايا، فبشكرهم بجد، لان هم وقفوا معايا وقفة كويسة. في ناس كتير منهم من اصحابي، ناس من جيراني، ناس ما كنتش اعرفها بس وقفوا معايا برضو. انا كل موضوع ان انا كنت عايز اخطب زي اي شاب، والحمد لله ربنا كرمني بانسانة كويسة. فضلنا مع بعض سنة، تعلقنا ببعض جدا. في البداية الموضوع ما كانش فارق معايا كتير، اللي هو زي ما انتوا عارفين جواز الصالونات ده الواحد بيبقى داخل مش عارف الانسان اللي هو يتعامل معاه دي هل هيحبها ولا مش هيحبها. بس الحمد لله يعني حبيتها وتعلقنا ببعض جامد جدا لدرجة ما تتخيلوهاش. فضلنا مع بعض اكتر من سنة، الحمد لله الدنيا كانت ماشية كويسة. كنت بشوفها وكنت بكلمها في التليفون، الحمد لله الدنيا كانت ماشية يعني، والدنيا كانت ماشية برضو ما بيني وما بين أهلها. لحد ما مرة واحدة كده أهلها طلبوا إن أنا أجيب دهب، فأنا الظروف ما كانتش سامحة معايا. فبصراحة قلت لهم إن أنا يعني حالتي المادية دلوقتي ما تسمحش إن أنا أجيب حاجة. فقالوا لك لا لازم تجيب ومش عارف ايه وكده. فجيت قلت لهم خلاص براحتكم بعد يعني، تستنى عليا انتوا شايفين. مرة واحدة كده كنت بكلمها في التليفون، راحوا منعوها ان هي تكلمني في التليفون وكده. قطعت كل علاقتي بيها، ما كنتش اعرف حاجة عنها خالص. فضلت كده لمدة كبيرة لحد ما خليت الجماعة عندي راح اقعد مع امها وكده، وقالوا تبين المشكلة في ايه ومش عارف ايه. فرحت امها كلمتهم في موضوع الذهب ده وكده، فقلنا ماشي بس مش دلوقتي، كان عندنا يعني ظروف تانية ما ينفعش ان انا اجيب حاجة دلوقتي غير لما مخلص المشكلة اللي عندي التانية الاول. فامها قالت لا ما ينفعش ومش عارف ايه ازاي. المهم الجماعة عندي في البيت روحوا وبصوا لهم جابوا لهم الحاجات اللي هي بقى بتروح ساعة الفتحة والحاجات دي بس. ومن ساعتها لحد دلوقتي وانا المشكلة بتاعتي مش لاقي لها حل. طبعا اجي اتكلم مع ابويا اقول له طب انا عايزها، يقول لي انت نسيت ان هم تراضونا ومش عارف ايه.
تيجي تتكلم مع اخواتها هناك يقولك دول اهلها شتموا علينا وقالوا علينا ومش عارف ايه، وطلبنا منهم ان هم يجيبوا دهب وهم ما جابوش. انا مش عارف اعمل ايه، اتقدم لها كتير من اصحاب اخواتها وترفضهم، لدرجة ان في مرة كلمتني وكانت عمالة تعيط، فبقول لها في، قالت لي اخويا ضربني، فبقول لها ضربت لي؟ قالت لي كان متقدم لواحد صاحبه فبيقول لي انت لازم تقضيه مش عارف ايه، فبقول له ده انا بعتبره زي اخويا وكده. فراح قال لي وانت كل ما حد يتقدم لك تقول لي بعتبره زي اخويا وكده، احنا عارفين انت عايزة مين وعمرك ما هتقضيه ومش عارف ايه. مش عارف الناس دي بتفكر ازاي. انا لحد دلوقتي مش عايز اساعدها خالص، غيرها هي بتقدم لها ناس كتير وبترفض. انا متمسك بيها لحد اخر لحظة، ومشكلتي ان انا مش عارف اعمل ايه مع ابويا. يعني ابويا قال لي هتخسرنا عشان واحدة، هما ليه اباطنا بيحطوا دي قصاد دي؟ بيقولوا ان انت طالما انت ما خدتش حد انا مش، طالما انت خدت انا حد انا مش عايزه يبقى انت كده بتخسرنا وانت مش ابننا ومش عارف ايه. ليه دي قصاد دي؟ هما ليه ما بيحسوش باللي احنا حاسينه؟ ليه ما بيحسوش بمشاعرنا؟ هو الاب اكتر حاجة يتمناها من الدنيا غير انه يشوف ابن سعيد؟ محتاج ايه تاني اكتر من كده؟ مش محتاج حاجة تاني. خلاص انا بقول لك انا سعدت مع الانسانة دي، انت ليه تيجي عليا؟ المكان ده بناشد كل اب كل ام، سهلوها على اولادكم ما تصعبوهاش عليهم، اشتروا رجالة. مش انتوا دايما بتقولوا كده؟ احنا بنشتري راجل، اشتروا رجالة، مش مجرد واحد معاه فلوس فده عريس مناسب لبنتي. مش مهم هو ايه، مش معنى ان ولد شاب ظروفه على قده وامكانياته تعبانة، مع انه ممكن يكون شاب كويس جدا، بس انا مش هوافق عليه لمجرد انه معهوش فلوس، لانه امكانياته تعبانة، لانه مش غني. انا مش قادر اصدق، مش قادر اصدق انكوا سبتوا المشكله الاساسيه وركزتوا في مين عايز مين، الولاد اللي عايزين البنات ولا البنات اللي عايزين الولاد؟ المشكله مش فيكوا اصلا، المشكله مش فيكوا اصلا، المشكله في اهليكوا اللي صعبوها عليكم وصعبوها على نفسهم، لان بسبب اختياراتهم وقراراتهم شايفينكم مش سعداء، مش مبسوطين، حياتكم بتتدمر ومشاعركم بتموت. الولاد عايزينكم وانتوا كمان عايزينهم، ما احنا مش هنضحك على بعض، دي الحقيقة. كل واحد فينا محتاج الحب، الحنان، الأمان اللي بيقدمه الطرف التاني، بس أهالينا صعبوها علينا قوي، خلونا ما بقيناش طالعين الحلال. علشان كده دايما بنفكر في الحرام. شكرا على المشاهدة وأشوفكم في حلقات تانية.